حياكم الله مشاهدينا الكرام وين ما كنتوا في هذه الأمسية ومن برنامج قصة قصيدة، واللي بنسرد لكم من خلالها قصة نادرة لشخصية مميزة بكل معنى الكلمة. فلكل قصة من قصص البطولة وحب الوطن أبطال وأحداث جسدتها مواقف وتواريخ لا تنسى، وثقتها قصيدة وخلدها التاريخ لما تحمل من معاني النبل والشجاعة والإقدام لحب الأرض والذود عن الوطن. قبل الدخول في تفاصيل قصيدتنا لهذا اليوم، خلونا نتعرف في البداية من هو بطل القصة. طبعاً بطل قصتنا لهذا اليوم الشيخ محمد الفلاحي الياسي أمير بن إياس المتوفي سنة 1642 ميلادي، واللي سجل بمواقفه أسمى معاني البطولة والنبل والولاء والشجاعة. وكان محمد الياسي الفلاحي الله يرحمه شاعر، وجسدت قصايده كم كبير يعبر عن حبه وفخره للوطن والاستعداد لبذل الروح في سبيله. وتخليدا لذكرى هذا الشهيد، بادرت حكومتنا الرشيدة بإطلاق اسمه على مجلس المرفع في منطقة الظفرة، وأيضا سمت شارع باسمه وأنشأت مسجد يحمل نفس الاسم، وقد تم افتتاحه بحضور سمو الشيخ حمدان بن زايد النهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة. قصتنا صارت أحداثها قبل مئات السنين في أحد الحروب الكبيرة اللي دارت رحاها بين أبناء هذه المنطقة بقيادة الشيخ محمد الفلاحي الياسي من جهة، ومن بين القوات البرتغالية من جهة ثانية، واللي كانت تسعى لإخضاع المنطقة لسيطرتها وتحقيق مطامعها ونهب خيرات هذه المنطقة. المهم أن الحرب هذه استمرت، ونحن نقول عنها حرب لأنها ما كانت معركة، كانت حرب بالفعل طاحنة ودامية. الحرب هذه استمرت فترة طويلة، لكن أظهر فيها أبناء البلاد شجاعتهم، بسالتهم، صبرهم على الأهوال اللي صابتهم والمصايب في ذاك الوقت، لأنهم ناس مؤمنين وعندهم عزوم وعندهم قوة، ويدرون أن الحرب والأشياء هذه يبالها ناس تتصدى لها حتى مع أو رغم قلة إمكانياتهم في هذاك الوقت. المهم أن الحرب كيف صارت على حسب حيثيات الأبيات أو القصيدة اللي موجودة عندنا. نحن نتخيل معاكم الصور والفكرة ونتكلم عنها ونسردها. يا الأسطول البحري البرتغالي، وهذا ما أشارت له القصيدة في نص أبياته، يمكن يوم قالوا يوهم على سعاية الموي ذاية متوالية نيرانها في خشومها. يا أسطول بحري فيه جيش العدو أرمى بقذائفه اللي على السفينة، دمر المكان، جهز عمره حق النزول من دمر المكان طبعا، وقتل ناس أبرياء سواء كانوا أطفال حريم، ناس تحرقوا، ناس قالوا أنه كانوا يربعون أحياء وهم محرقين، وناس ماتوا. بيت من الأبيات مشاهدين الأعزاء يقول فيه في القصيدة محمد الياسي: دغرنا عليهم، يعني كأنه محمد الياسي ما كان موجود في نفس المكان المستهدف أو اللي جيش العدو ياسي يرميه ويضربه، فكأنه كان في منطقة مقاربة، درى أن العدو دخل توجهه وصوبه، قال دغرنا عليهم وضحى، هذا توقيت دغرنا عليهم وضحى يدهش الظهر، آخر وقت الضحى على بداية دخول الظهر، من تخة الظفرة وما حاز قومها، يقصد الرجال اللي معاه، ناس يقاتلون ببسالة متحمسين للحرب، ما همهم لا موت ولا هم، همهم وطن، همهم عرض أرض، والأمور هذه اللي فيها من الانتماء وفيها من الولاء ما لا يعد ويحصى ولا يقاس بمقياس. طاحنوا محمد الياسي والقوات اللي معاه، بدأ المطاحن بينهم، حولوا البرتغاليين، هذا بسيف وهذا بتفق، هذا ميت وهذا جريح. المهم اللي صار، الجيش البرتغالي شاف أن محمد الياسي الفلاحي مضروب مصوب وإصابة بليغة، يعني مو بإصابة بسيطة، دروا أن هذا هو القائد، هذا هو اللي يقود الجيش هذاك اليوم، هذا اللي في رأس المقدمة، هو رأس الحربة. قالوا خلاص دام من الرجال هذا انضرب معناته نحن
تمكننا من المكان. ليش؟ هذا اللي يعطي الأوامر، روحوا تعالوا خلك أنت مني، أنتوا ضربوا من الجهة هذه. هاي الأوامر كلها وقفت، صار التصرف شخصي، كل واحد يحاول بما عنده، المهم يا يدافع يا يموت شهيد في سبيل الحفاظ على هذه الأرض. انقبض محمد الياسي الفلاحي، اقبضوه وشافوه أنه حي لكن فيه أصابة بليغة، حاولوا يحافظون عليه بطريقة من الطرق، هل هي إسعاف هل هي معالجة، المهم أن أبقوه حي لين هدفهم كان أن يوصلونه حق عمان عشان يتحاكم هناك، والله أعلم أنها كانت محاكمة عسكرية لأن تم فيها حكم الإعدام. بس قبل ما نتكلم عن إعدامه وشو صار بعدها في الفترة هذه، الشيخ محمد الفلاحي الياسي كتب قصيدة تسطر بماء الذهب. حل القضاء والنفس تظهر علومها، ونعد في صملانا حق يومها. حل القضاء والنفس تظهر علومها، حل القضاء والنفس تظهر علومها، ونعد في صملانها حق يومها، لي ما يلح النفس في بهوة العلا. ترميبه ترميبه اشتات النياء في ركومها، يا لابتي يهل النضى عد النضى، غبر المنايا بينات سمومها، نركب على كزم البلاسم لكنها شهب تهاوت في الغداري رسومها، للدار واهل الدار حقا علينا، وشوفاتنا مرفوق تمزع هدومها، حميت من الساحل الى رمله الغضاء، لا هي ترخصنا ولحنا نسومها، يا يوم لا حييت وثمت فينا، يعني وثمت يعني خدت أثمنا، يا يوم لا حييت وثمت فينا، غيباتنا رغبت فيها خصومنا، يوها غراب هوب منا وفينا، يوصفهم يوصف أشكالهم منو الناس هذه وكيف شكلها، يونا غراب هوب منا وفينا، كفار لا من دينها ولا سلومها، طماعة في الدار، هذا غرضهم، طمع في الدار، طماعة في الدار والدار عسرة، حمر الهواية ما توانت عزومها، يوهم على سعاية، يوصف السلاح أو الطريقة اللي يو فيها وغزوا فيها المكان، يوهم على سعاية المويداية متوالية نيرانها في خشومها، آسوا في ناس دون حيل وقوة وتوحدوا فيها بغيبة قرومها، حاثوا ولاثوا في حماها وحرقوا من صاح ساحلها تعز وتحزومها، دغرنا عليهم، يوصفني الوقت، دغرنا عليهم والضحى يدهش الظهر من تخة الظفرة وما حاز قومها، عصبة تحالاهم يليدن قلقا بمعطلات يردت من كمومها، ما بين بوحدين وجباب شلفة بتار من عظم المعادي اثلومها، يونا ويناهم وشلوا وشنا والحايمات اليايعة زاد حومها. رحم الله الشهيد الشيخ محمد الفلاحي الياسي، ورحم الله جميع شهدائنا في كل زمان وكل مكان، ونحن لنا في سيرة بطولتهم اللي وثقت هذه القصيدة الرائعة خير مثال وخير قدوة نقتدي بها. مثلنا الشعري اليوم مأخوذ من قصيدة حماية الوطن تشريف للمغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان أنهيان، البيت اللي غدا مضرب للأمثال وتتناقله الناس وصار دلالة على صفات الكرم والجود والشجاعة. المثل يقول المال اللي نكرم به الضيف انهين به في الضيق عدوان، وصاروا الناس يتناقلونه يوم يبون يشبكون أو يدمجون الكرم بالشجاعة، يوم يبون يدمجونهم مع بعض الكرم والشجاعة قالوا المال لنكرم به الضيف انهين به في الضيق عدوان. اليوم عندنا لغز لكن مختلف عن الغاز السابقة، لأنه بيكون لغز مركب أو متعدد الأسئلة، ونحن نتعمد أن نغير في كل مرة طريقة أو شكل أو صياغة
اللغز عشان تفهمونه معانا يوم نشرحه. فاللغز هذا من ألغاز الشاعر المرحوم عمير بن حيي الهاملي، ويقول اللغز: أنا بنشدك يا من هو فطين، وعطني فسر لغزي بالكمالي، برجل ليزقر صوته حشيم لعاده من الحسرات خالي، وعنده بنت من خلقة صموت حشيمة عند محظورة الرجالي، ولي فكرت فيها هو بعودة صغيرة سن وتربي عيالي. طبعاً بنعطيكم الجواب، لكن اللي تباكوا تعرفونه أن اللغز بثلاث أسئلة وإلهن ثلاث حلول. الحلول هن الأولية المنحاز، والثانية الدلة، والثالثة الفنايل. يعني هذا يعتبر لغز مركب. طبعاً هاي من براعة الشعراء، بس نحن بنرجع معاكم للقصيدة على السريع، بنجيب لكم بيت بيت كيف كان يقصد فيها الشاعر. لأن أنت ممكن يوم تفكر في اللغز يروح أول ما تسمع صوت يروح فكرك بعيد، أما جرس، أما هرن سيارة، يعني من الأشياء هذه اللي فيها صوت. بس هو هني شبك الصوت هذا مع شيء ثاني. شو قال؟ برجل ليزقر صوته حشيم، فبين أن هني في رجل، يعني هذا الشيء ذكر. الرجل هذا صوته حشيم، اللي عاده من الحسرات خالي، وعنده بنت. هذا السؤال الثاني يعني، أو الحل اللي مطلوب عليك، وعنده بنت من خلقة صموت. طبعا هذا من خلقة صموت يعني أنه يبي يفسر أنها جماد، وعنده بنت من خلقة صموت ساكتة حشيمة عند محظور الرجالي، فبنت وتحضر مع الرجال. هني يقصد طبعا كان الدلة، وليه فكرت فيها هو بعودة صغيرة، يقصد حجم الدلة، وليه فكرت فيها هو بعودة صغيرة سن وتربي عيالي. تربية العيال كان يقصد فيها الفنايل. فيوم نفهم ونشرح القصيدة ونتبعها بيت بيت، نشوف أن اللغز راكب 100%. وهذا طبعا تعتبر من براعة وحرفة الشاعر وتمكنه أو استمراره في كتابة الألغاز الشعرية. وإن شاء الله أن نحاول دائما نكون منوعين معاكم، ونسعى في سرد ألغاز شعرية جميلة مثل اللغز اللي سمعتوه قبل شوي. انتهت قصتنا لحلقة اليوم، اللي نتمنى أنكم تكونون استمتعتوا بأحداثها واستفدتوا منها. إلى أن نلتقي فيكم بحلقات أخرى، في أمان الله.